وللمزيد حول نفي إخلاء السفارة الأمريكية وتصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بك سيد حسين معنا. بداية، ما الذي يدفع السفارة الأمريكية في بغداد إلى إخلائها من الموظفين والعاملين؟ هل تحولت الصواريخ التي تطلق على السفارة الأمريكية من قبل الميليشيات إلى حرب إعلامية؟ يعني تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. سيدي، السفارة الأمريكية لن تخلى ولن تخلى. السفارة الأمريكية في أصعب الظروف، أنما كانت المقاومة الحقيقية كانت موجودة ولم تخلى. هذه حرب كلامية وإعلامية بين إيران وما بين وحلفائها من جهة وما بين الولايات المتحدة، ليصاغ لنا بأنه هناك مقاومة تستهدف السفارة الأمريكية والعناصر الأمريكيين موجودين. هذا الأمر كله هو فقط في طور الحرب الكلامية والإعلامية ما بين هؤلاء متفقين على إيذاء الشعب العراقي وعلى تدمير العراق كدولة وتحويله إلى كانتونات، ودمروا جميع مؤسساته بالتعاون ما بين هؤلاء الاثنين الذي يزعمون أنهم أعداء. هؤلاء ليسوا بأعداء ولا بينهما أي مقاومة تذكر. هذه حقيقة أنا أستغرب من أحد يقول لي أنه السفارة الأمريكية أغلقت. السفارة الأمريكية ما زالت موجودة ولن تغلق. كيف لأمريكا أن تغلق سفارتها في العراق خوفا من ميليشيات؟ هذه الدولة العظمى رقم واحد لم تغلق سفارتها لا من روسيا ولا من الصين، تغلق سفارتها من مجموعة ميليشيات تستطيع أن تقضي عليها خلال ساعات؟ هذا الأمر أخي يعني مستبعد جدا وغير يعني يدخل فقط في الحرب الكلامية والإعلامية. لا. منذ سنوات وإحنا نسمع بهذا الخبر، وإيران وأمريكا سوف تستهدف إيران، وإيران سوف تستهدف الشيطان الأكبر، وهذه الحرب الكلامية لا يوجد على الأرض ما هو يعني يصدق هذا الكلام. طيب، كيف ترى هذا التحول النوعي من قبل الميليشيات إلى التحول الاستهداف الإعلامي؟ وهل طهران قررت أن تخفف المواجهات لإرضاء الرئيس الأمريكي الجديد الذي رحبت بوصوله إلى البيت الأبيض؟ نعم، إيران تريد وصول بايدن بدون أي مشاكل، حتى يعود بايدن إلى اتفاق 2015 عندما كان نائب الرئيس وفي عهد الرئيس أوباما. هذا الأمر تريده إيران، ولكن علينا أن ندرك أن هذه الميليشيات لم تطلق هذه الصواريخ العشرة التي أصابت المواطنين العراقيين بدون رضا إيران وبدون علم إيران. إيران تعلم جيدا لكنها تتقن الحرب بالوكالة. هي اليوم عندما الأمريكان يريدون أن يستهدفوا، تدرك أن الأمريكان لا يستهدفون العمق الإيراني، حتى عندما قتل أبو مهدي سليمان قتل على الأراضي العراقية. فالذي يدفع الثمن هو أينما تكون إيران في الأراضي التي تتواجد فيها إيران وليس العمق الإيراني. سيد حسين، في مقابل ذلك نقلت شبكة CNBC الأمريكية عن مصادرها في البيت الأبيض عقد اجتماع حددت فيه خيارات لردع الميليشيات في العراق. السؤال هنا، هل تتوقع أن تشهد الأيام المتبقية للرئيس ترامب ضربة لأذرع إيران في العراق؟ هل هذا وارد؟ هذا وارد، أنه الولايات المتحدة تستهدف أذرع إيران خارج إيران، أما العمق الإيراني آمن ولن تستهدف العمق الإيراني وتدخل في مواجهة في إيران، وبالتالي الذي يخسر هو الشعب العراقي سواء كان حلفاء إيران أم غير حلفاء إيران. لا. هذا الحرب، نعم كان الصهيوني استهدف الميليشيات الإيرانية في سوريا وفي حتى في داخل العراق، هذه حرب بالوكالة، لكن إيران لن تخسر شيء، ما خسر شيء عندما يكون الاستهداف على الأراضي العراقية وعلى الشعب العراقي. لا. فبالتالي إيران نعم نجحت في إدارة الحرب بالوكالة، وأصبح طهران آمنة من أي استهداف سواء من الولايات المتحدة أو من غيرها. نعم. في سؤالي الأخير إليك سيد حسين السبعاوي، يعني ما هي الغاية من إبلاغ إسماعيل قاآني المسؤولين في العراق أن إيران غير مسؤولة عن الهجمات التي تتعرض لها السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء؟ طبعا هذا ما أعلن، ولكن ما أخفي قد يدل الأمر مختلف كامل. ما أعلن هكذا، ونحن عادة ما يعطينا الإيرانيين ما يريدون أن يقولونه وليس ما يريدون أن يفعلونه، وكذلك الولايات المتحدة. إيران جاء قاآني جاء ليدير المشهد، وخاصة الكتلة الشيعية الكبيرة يريد أن يوحدها ويقوم بدور كما كان يقوم سليماني عندما كان يوحد البيت الشيعي بين هلاليا، ليدخل انتخابات موحدة لمواجهة أي تحدي سياسي أو تحدي انتخابي. أما قضية الميليشيات فالجميع يعلم سواء قاآني أم العراقيين عموما، والولايات المتحدة أيضا تدرك بأنه هي تعمل بأوامر إيران، فما يحتاج يأتي ويقول للكاظمي بأنه إيران غير مسؤولة. هل الكاظمي هو الذي يأمر هذه الميليشيات بأن تطلق على الصواريخ؟ يعني الأمر متناقض مع واقع الموجود على الأرض. نعم،
الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.